ما هي جت بعد ايه؟ دي بعد دارت فوز، الشهرة لا دي برضه. جت بعد تحديدا فستان طمراز. ما انا صريحه جدا على فكره، يعني لو انتي بتلفي حوالين الموضوع انا هقوله لك. ما شاء الله لا الضيوف جت. الجايحين دول. انا اصل انا مذيعه برضو اما انا يعني. عارفه ما اللقاء ده صعب يا جماعه. فكلمه ان انا بنقول جاء بعد فستان طمراز، فهل الفستان اللي تم عليه النقد كله اللي انا لغايه هذه اللحظه راضيه ومقتنعه تماما لبست الفستان ده ونزلت بيه والا ما كنتش لبسته ومش لابساه عشان ترند وكل ده، بقيت بعديها حديث الساعه؟ معقوله؟ طب انتوا مش كنتوا كارهين الفستان وكارهين نجله بدر فبتتفرجوا لدرجه نزل في الاسواق وبقى بيتباع في وسط البلد ومش عارفه ايه، اتضرب بقى شكل وحش وبقى قوي في ناس المضروبه. بتطلبه من خارج مصر وبقى. يا جماعه انت معقوله؟ عارفه ان الفستان ده بقى اسمه على اسمك، ما هو فستان فستان نجله نجله بدر. انا بدر على مبسوطه فكره. يعني. طب انا كده انبسطت وانا كده ده حاجه ضايقتني؟ انا اوريدي كنت لابساه بقناعتي وما كنتش متخيله تماما انه هيعمل الضجه دي. في ناس معتقده على فكره، انا بعد الضجه دي كلها قابلت ناس على فكره الفستان تحفه مالكيش دعوه بكلام الناس. هو طب حلو انتي عليكي انا هكلمك على حاجتين، ضيق واسع بقى، حلو لايق مش لايق، كل ده مش موضوعي. انا موضوع ان انا طالما عملت حاجه انا مقتنع بيها خلاص انتهى، لان نوعيه الفساتين موجوده في السوق، ما انا بشوف فساتين انا ما البسهاش. يلا عندك خطوط حمراء؟ لا مش طبيعتي، مش شكلي يعني. دايما كل واحد بيختار يبقى عارف ايه اللي هيجمله. انا الفستان ده اخترته عشان عارفه انه هيجملني، وفي فساتين تانية ممكن تبقى اكثر عرى على فكره بس هتطلع شكل مش حلو خالص. طب بما ما اننا اقدرش البسه. اتكلمنا عن الخطوط الحمراء، هل عندك خطوط حمراء في اختيارك للادوار؟ ما عنديش خطوط حمراء لاختياري، مش حكايه اختيار الادوار، الشخصيه هي اصل اللي هي. احنا عشنا فتره مصطلح السينما النظيفه وبعدين ما انا ناس كتير حجمته رابطه كلمه مصطلح السينما النظيفه، لان الفن ما فيهوش تصنيف، الفن هو اسمه فن. سيبك بقى انه سينما اغاني دراما لوحه، لا ما اصل معانا كده اللي بيرسم لوحات او نحات، هتعملي ايه في لوحه ونحتاته مثلا لو عايز ينحت بني ادم هتعملي فيها ايه؟ هتروحي تكسري تماثيل ايطاليا ولا الفرعوني وانتوا بتعملوا ايه؟ ده فن. الفن مجرد من التسميات. على فكره الطبخ فن. يلا اكيد ده فن. مش كل حد، ما هو طالما مش كل الناس بتعرف تعمله وفي ناس بتعمله، في روح، في نفس، في حب، في ابداع، في ابداع. حتى اللي بيزوق الطبق ده فن، المكياج فن، الشعر فن، ده فن، دي فنون. الفنون دي ما عمري ما سميت الفن الكذا يعني. الفن يعني ايه فن نسميه؟ طب ايه مثلا لو جالك دول تقولي لا انا المشهد ده انا ما اعملوش، ده لو مش في فن. مشهد ما اعملوش يبقى الشخصيه مش بتاعتي من الاول، يبقى من الاول ما اقبلش الشخصيه. هل انا عندي محظورات ما فكرتش فيها ولغايه دلوقتي؟ لا. لكن هل انا هقول انا عندي طاقه اعمل الشخصيه دي صح؟ هعملها. لقيت ان انا مش هقدر اعملها صح يبقى ابعد عنها، احترمها، لان الشخصيه ليها طباع، يا اما انا اكون هي يا اما انا امشي. الشخصيه هي اللي بتفرض نفسها مش انا اللي بفرض نفسي. ده الفن. الفن ليه افق واسع اكبر من الناس بتشوفه. هو الفن مش رساله، لا مش رسالة، رسالته يسليك، يحكي لك قصة، يهربك من مشاكلك، يفرجك على حاجة شكلها حلو، يبكيك، ينكد عليك. ده ممكن تبقى فعلا يبقى في ناس المشاعر بتحب، كلها يا ستي في ناس في ناس بتحب بتحب النكد. تتفرج على الحاجات النكد.